هاد لي تروف بالشوكولات البيض تعودنا عليهم بالشوكولات الاسود. سجلوا هاد المقادير ان شاء الله. عندكم 300 غرام ديال الشوكولا. انا جو بريفير على انها تكون شوكولا رون بلاصون اللي معروفه بالشوكولا ديكور شوكولاتي. تكون واجده. من غير هادو غندوزو الكاناش اللي كيتوجد تقريبا 24 ساعه كيبقى في الثلاجه والغد ليه كيتصيبوا منه لي تخيف. اوكي عندنا 300 غرام ديال الشوكولا بلون. انا جو بريفير على انها ما تكونش الشوكولا العاديه لان لا كاليتي الشوكولا كتلعب دور مهم في المذاق ديال الشوكولا. الا كان ماشي بالمستطاع فالشوكولا رون بلاصون ولا سكر شوكولاتي راه حتى هو مزيان وحتى هو راه يصلح. غنزيدوا ليه واحد النكهات اخرى اللي غتعطيه واحد المذاق زوين. واخا اذا 300 غرام شوكولات البيض. 300 غرام شوكولات بيض. 100 غرام ديال لاكريم. لاكريم دو كويسون لاكريم اللي كديروا في الباط ديالكم اكيد لان اغلبيه الناس راه تيعرفوا هاد لاكريم هادي. 25 غرام ديال الجليكوز. هي ماده ما غاليهش بزاف وموجوده بالديتاي. و50 غرام ديال الزبده ما تكونش فيها الملحه. جوج حامضات. وواحد 10 غرام ديال سكينجبير طي تحك وتحط هي الى جانب. وجو 4 ديال الوريقات ديال النعناع وواحد الملعقه ديال الفاني الدار مع لاكريم. دابا ندوزو لا بريباراسيون. الطريقه تفضل. لا بريباراسيون غتكون عاديه هو على انه الشوكولا غتحط في واحد واحد الاناء خاص لواحد البول ديال الدجاج ولا ديال البلاستيك اللي كيكون تقدر تحطي فيه شي حاجه اللي هي سخونه. تغلي لا كريم ديالك هو والجليكوز بيان سيغ الجليكوز زدناه لان الجليكوز كيعطي كيخلي لا كريم تابسوربي بزاف ديال الحراره باش يقتل كاع هذوك اللي جرم اللي يمكن يبرزطوك من بعد واحد 4 ولا 5 ولا ان سومين في لي تخيف ديالك. ديالمون انا هاد لي تخيف ما فيهمش لي كونسيرفاتور هما مزيانين للوليدات ومزيانين للانسان. فعلا ما فيهمش مواد حافظه وصحيين ونيفو لا ونيفو فيهم سكينجبير والنعناع حافظه اللي ما كايناش نهائيا. واخا من بعد ما يغلى لا كريم هو والجليكوز والفاني غنزيدوا ليه 4 ديال الورقات ديال النعناع وغنزيدوا ليه داك لي زيست اللي حكينا من جوج ديال الحامضات في الاخر. انا توجور ما نبغيش الحامض يتلاح هو الاول باسكو يقدر يدير لنا لا سيباراسيون ديال لا كريم. من بعد الى تلاح حتى فهاد الحليب غادي يعطي النسمه ديالو وغادي نصفيوه وغادي نحيدوه ولكن اوتوماتيكمون الحليب غلا كنخويوه على الشوكولا ديالنا وكنخليو هاد لي زانغريديون تذاكروا شويه مع بعضياتهم كيتعارفوا كيحسوا حكايات حب وحكايات هادشي اللي كاين كيتفاعلوا مع بعضياتهم اللي غتكون ان شاء الله تهديوها لوليداتكم والاحباء ديالكم. ومن بعد ما ياخذ من بعد ما كيتفاعلوا مع بعضياتهم وكينسجموا كنحركوهم ببطء حتى كتذوب الشوكولا. في حالة الا ما دابش هذيك لان الشوكولا تقدر ما تذوبهاش هذيك لا كونتيتي ديال لاخيم كنردوهم للباماري كنحركوهم واحد شويه حتى نتاكدوا على ان على انهم ذابوا مزيان. كنزيدوا ليهم الزبده كتكون بوماد ديجا حاطينها خرجناها بالصباح بكري ولا هذا كنزيدوها كنحركوها معاهم فاش كي الخليط يكون مزوج مزيان كيبان لنا لابريونس كنديروا ليه السلوفان وكنديروا ليه التاريخ ديالو وكنديروه في الثلاجه بوزيتيف. الا صيبناه الصباح ما نقدر يوجد لنا في العشيه صيبناه في العشيه راه الغد ليه الصباح كيكون واجد. عندنا هذوك الملعقات ديال الكلاص اللي معروفين كيديروا بهم ديبول دورين وراه بعض المرات كاين لي فام اللي كيستعملوهم كيديروا بهم شي حويجات اخرين بحال كيقلعوا بهم الفرويك ويراك هذا غادي يخدموا نفسهم هادو. انا كنقترح هادو باسكو كيعطيوك نفس السايز ديال التريس. كنخرج كنسكوبيهم ويعني كنحاولوا هذوك الكويرات نخرجهم بهذوك الملعقه ديال الكلاص وكنحطوهم قادين في واحد البلا نعاود ندخلوهم شويه شدو نكوروهم شويه بيدينا وكنجيبوا واحد الفاريتي
ديال لي زانغريديون اخرين اللي غادي يتزادوا ليهم غير غيترولاو فيهم. قبل ما توليهم فيهم كتكون عندنا ديك 300 غرام الاولى اللي درنا ديال الشوكولا اون بلاصون، هذيك غير كتذوب ما كتحتاجش طومبيراج ولا ذوبوها عادي. عاديه كنذوبوها كنحطوها حدانا وكنبداو كنهزو شويه كنحطوه في الكف ديال الليت وكنروليو فيه هذوك لي تخيف ديالنا اللي صايبنا مباشره من الكف ديالك. كتحط سوا في لي زاموند غريي ولا في البيستاش ولا في الكوك ولا او ميم طون خلوها غير عاديه بحال هكا ونديروا ليها جوج ديال المرات باش تبقى عندها هذيك القشره زويونه. من بعد ما كنساليو هاد الفاريتي كامله كنحصلوا على اننا درنا من بريباراسيون وحده واحد ربعه ولا خمسه ديال الانواع ديال لي تخيف فعلا. وكنقدموهم للوليدات ديالنا صحيين ورخاص ماشي بالثمن اللي يمكن تمشي تشريها من لي ماغازان فعلا. خاصه وانه شكرا لك بزاف اللي اختاريتينا هاد لي تخيف، يعني معروفين يعني الثمن ديالهم تيكون شويه طالع ماشي في متناول الجميع، ففرصه انه السيدات المغربيات يعني صايبوهم في الدار. تبارك الله عليك، وخاصه هما منسمين هكا بالنعناع وبالسكينجبير وتيمشيو حتى في الضيافه يعني في استقبال الضيوف يعني ولا كهديه مثلا هاد الانواع ديال لي تخيف. وكيف ما قلتي شيف هو انهم اللي كنزينوهم برقائق اللوز بالكوك بالبيستاش وب يعني انغوبي بهذاك الشوكولات، يعني كيوليو عندنا ماده واحده وهي مزينه باشكال مختلفه. كتعود عندنا واحد الفاريتي كنزيدوا ليها واحد الاخر سواء من نقدروا نديروا سيكر كلاص انغوبيهم بالسيكر كلاص وكنعطيهم للوليدات كيعجبهم. وانا انا مأكد على ان المراه المغربيه هي حادقه وتقرر وتقدر تكري اكثر. تبارك الله. ودير لوغونج دير اليازير دير التنسيمات اللي بغات كلمات اللي بغات وكتبقى يعني كتبقى نفس لا روسيت كتخدم بها. واخا